في فيديو النهاردة هنتكلم عن أبو البنات الفنان أحمد زاهر، وهنكشف ليكم معاناته مع المرض وكلام الأطباء ليه بأنه مش هيعيش أكتر من شهرين، وتضاؤل زوجته وأم بناته، وطرد الفنانة غادة عبد الرازق ليه. كل ده وأكتر هتعرفوه في الفيديو ده. لكن قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده ل5000 لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زرار الجرس علشان كل الجديد يجي لك لحد عندك. يلا بينا نكمل الفيديو لكن بعد الفاصل. الفنان أحمد زاهر اسمه بالكامل أحمد سمير زاهر، وهو من مواليد 27 إبريل سنة 1975، وعنده دلوقتي 45 سنة. اتخرج من كلية التجارة وحصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية. أحمد زاهر هو ممثل مميز جدا، أثبت موهبته في التمثيل وحجز لنفسه مكان مهم جدا ضمن أكبر النجوم على الساحة الفنية، خصوصا في الوقت الحالي بعد نجاح كل أعماله الأخيرة، واللي أهمها طبعا دور فتحي في مسلسل البرنس اللي اتعرض في شهر رمضان اللي فات. ودلوقتي تعالوا نتكلم عن حياته الأسرية ومعاناته مع مرضه. الفنان أحمد زاهر متجوز من السيدة هدى فاروق عبد الحليم، وده بعد علاقة حب كبيرة جمعتهم ببعض، وأنجب منها بناته الأربعة ملك وليلى ومنى ونور، وجاه اختيار اسم بنته الأخيرة نور على اسم الفنان الراحل نور الشريف، واللي كان ليه الفضل في اكتشافه واختياره في مسلسل الرجل الآخر. والفنان أحمد زاهر كان عانى من مرض نادر جدا بيصيب واحد بس كل 10 مليون شخص، وهو مرض في الغدة الدرقية أدى لزيادة وزنه بشكل كبير جدا ودخله في حالة اكتئاب شديدة، فاضطر انه يقعد في البيت عشان يبعد عن الناس والجمهور. كمان رفض المشاركة في أي عمل فني. وفي لقاء تلفزيوني ليه اعترف الفنان أحمد زاهر إن الأطباء أكدوله إنه مش هيعيش أكتر من شهرين، وإنه كان بيصاب بحالات إغماء شديدة وهو سايق العربية، لكن مع العلاج حالته اتحسنت ولجأ لرجيم قاسي جدا لحد ما رجع لوزنه الطبيعي. وكانت مراته السيدة هدى فاروق اتكلمت عن فترة مرضه وقالت انه كان بيحاول ينفصل عنها، وانه فعلا طلقها لكنها فضلت معاه في نفس الشقة بعد الطلاق ولمدة 3 ايام، وكان هو بيحاول يخرجها من البيت ويبعدها عنه بأي شكل، لكن هي رفضت انها تسيبه، لحد ما في تالت يوم لقت نفسها في المستشفى واحمد زاهر جنبها بيبكي وبيطلب منها انها تسامحه. وقال أحمد زاهر إن مراته كان ليها فضل كبير جدا عليه وإنها ساعدته كتير خصوصا في فترة مرضه، وكانت بتجيب لي الدكاترة والأدوية في البيت وخلته يقرب من ربنا أكتر، وكان ليها الفضل في إنه يلتزم في الصلاة. ومن ناحية تانية كان اتكلم الفنان أحمد زاهر عن الفنانة غادة عبد الرازق، وقال إن مفيش أي علاقة صداقة بتجمعهم ببعض وإنها مجرد زميلة عمل وبس. كمان قال أحمد زاهر إن غادة عبد الرازق كانت طردته من مسلسل حكاية حياة من غير أي سبب، وان صاحبه ومخرج المسلسل المخرج محمد سامي هو اللي رجعه مرة تانية للمسلسل، عشان كده هو بيعتبره من اصدقائه المقربين جدا. والحقيقة كلام الفنان احمد زاهر عمل ضجة كبيرة في الوسط الفني، لكن رغم الضجة الكبيرة دي الا ان الفنانة غادة عبد الرازق معلقتش على الموضوع خالص. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، لكن لسه اسرارنا ما خلصتش. استنونا فيديوهات جديدة واسرار جديدة على قناتكم أسرار النجوم.